بسم الله الرحمن الرحيم. ماء الورد الجوري وزيته، فوائد مذهلة للبشرة، هو موضوع اليوم. فالورد الجوري والذي يعرف بأسماء أخرى مثل الورد الدمشقي له فوائد تجميلية وطبية أو علاجية كثيرة، إذ يستخلص من الورد الجوري بعد تقطيره ما يعرف بعطر الورد الجوري أو زيت الورد الجوري. بنفس الوقت نحصل على ماء الورد أثناء عملية استخلاص أو تقطير الورد الجوري. ماء الورد الجوري هذا يمتاز بخواص مكافحة الميكروبات من بكتيريا وفطريات، وهو مفيد في الحفاظ على نعومة الجلد وتنقيته، ويساعد على تفتيح المسامات وتنشيط الدورة الدموية عند تدليك البشرة أو الجلد به. لهذا تنصح السيدات باستعمال ماء الورد لتنظيف البشرة بدلاً من المواد الكيميائية. وكذلك فإن زيت الورد الجوري يمتلك خواص مطهرة وقاتلة للجراثيم، ويمكن استخدامه في معالجة الجروح والحروق، وكذلك لإزالة أو التخفيف من آثار حب الشباب أو آثار العمليات الجراحية والجدري وغيرها، وله تأثير سريع في معالجة الجروح وتكوين أنسجة جديدة. ليس هذا فقط، فزيت الورد الجوري مفيد لشد الجلد وتقوية جذور الشعر. أخيراً أقول أن الورد الجوري ليس مجرد أزهار تتميز بألوانها وعطرها، إنما هو نبات متميز بفوائده التجميلية والطبية الكثيرة. دمتم بخير.